السلام عليكم. سلاح حاضرة معانا كاينين؟ لا والله دابا نداب واحد صلاص أما لا رسول الله إلا دايلة جسدنا محمد الله نفوجو حنا وليداتنا وكنشكرهم بزاف وكنطلبوا من الناس اللي الدراري اللي مشجونين الله يطلق سراحهم ورحنا بغيناهم حتى هما يعيشوا معنا هذا الجو اللي حنا فيه الله يجعل ربي نطلبوا من الله يطلق سراحهم كاملين. اليوم كاين سعيد مسكر والقصري، شكون جيتي تفرجي؟ بجوجهم زوينين، بجوجهم زوينين. سعيد مسكر لا القصري بجوجهم جايين على ودو على وجارتي. جارتي انا وياها جات دارت معايا كاسكروت قالت لي والو نمشيو الموازين وجينا الموازين. شفت صغريتها السعديه والتحيه كبيره صغرتي تحيه كبيره لهاد الناس اللي جمعونا وفوجنا شويه حنا ووليداتنا الله يجازيهم بخير. التحيه للسلطات والمراجع المنظم تبارك الله اول عام منظم المراجع. تحيه لبلادنا تحيه لبلادنا تحيه لبلادنا وعايشه الملك عايشه الملك. حضورك اليوم شفناك متفاعل بزاف مع سعيد مسكر، كنا الحضور اليوم. اليوم كان حضور مع الفنان المتألق سعيد مسكر، كان لي الشرف نحضر اليوم معاه وكما كتشوفوا الجمهور الغفير اللي كان. سعيد غني على التعريف، عنده واحد القاعدة جماهيرية كبيرة تبارك الله، وسعيد خويا وصاحبي وضروري خاصني نحضر معاه في هذا النهار. اول مره كتحضر الموازين؟ اول مره جيت من تطوان. زوينه زوينه والدنيا عامره زوينه. زي من تطوان شكون هو الفنان اللي جاي تفرج فيه؟ سعيد ولا حميد؟ لا كنت من حامد، انا كيعجبني حامد ولد البلاد ولد بلادي من القصر الكبر وجيت نتفرج فيه. انا جيت ضايف هنا الرباط وقالوا لي كاين هنا وجيت نتفرج فيه ولد البلاد ديما كنتفرج فيه.